أتدرون ماذا جرى في ثناياها في المدينة النبوية؟ لما تفككت قوة بني أمية إذا برجل يقال له أبو حمزة الخارجي أتى إلى المدينة ومعه طائفة من الناس واستولى عليها وقتل خلقا كثيرا من قريش في المدينة، وخطب فيهم على المنبر ووبخهم وقبحهم كيف ينصاعون لمروان، فبعث إليه مروان بجيش، هذا الجيش عليه ابن عطية، فهزمه ابن عطية وقتله. لكن إذا بأهل اليمن يتخلون عن بيعة مروان، فبعث مروان ابن عطية إليهم، فأتى إليهم وأخذ برأس رئيسهم وقطعه ثم بعث به إلى مروان. أحداث تلو الأحداث.